صباح السعادة. درك قبل ما نداليكم هاتم تراكيت مع الدراري في الحرب العالمية. والله حتى الحرب العالمية بدات العصا وبدات الحرب العالمية. يقولوا لي راه حوايجكم وسخين ولا شي حاجة، راه غير صغيرة اللي درتها فيا. صغيرة وهي شافتني هزياني نحل لكم هذه قدامكم، غادي نحلها راه رسمها ليا وبقات محطوطه تماك. كنت مهيه مع اختو سي بواسون واه شي مينيون والدي سا تيحلم بالبحر. ميرسي مون امور تري جولي وي مي سي با غراف ميرسي بوكو. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Ben, soit fayadi, je vous ai dit comme fash كنت حامله بسوريا. Donc normalement عندها هذا تحت هذا، فاش مثلا كنتي حامله تكون هاكا. ودابا انايا ملي لبستها من بعد ماي كيفاش تشدجي جو زوني خفيفينا. هادو ما قلت لكم ديال مغوليك ان شاء الله راه نعام هني اللي راه كيجي هزيني راه ما بيناش نعلمو لك اليدين. ها نعلمو لك اليدين ولا لا؟ في الفيديو اللي فطرحت لكم واحد السؤال، هل انتم مهتمون بالفيديوهات ديال الجمال ديال لي زاكسسوار ديال اللباس ديال المكياج؟ وي بزاف ديال التعليقات قلت وي وي وي. ان شاء الله غادي يبدا يكونوا بعد الفقرات هكا في الفيديوهات او في لي روتين بصفه عامه. بحال اليوم قررت نجمع لي زاكسسوار اللي كاينين عندي، هاد لي رونجمون هادو اللي تشهدو معايا الان، فانا شريتهم من عند ميزون دي موند وصلوني. دابا غادي نغونجي لي زاكسسوار وهنا غادي تاخذوا منهم افكار كيفاش انايا تنغونجي لي زاكسسوار بصفه عامه. بالنسبه للروابط ديال هاد لي رونجمون هادو مع روابط وحدين اخرين راه غادي نخلي لكم التحت في صندوق الوصف. دونك بالنسبه لهاد الرونجمون هذا غادي نخلي لكم الرابط ديالو التحت في صندوق الوصف. فشريته من عند امازون شحال هادي شي 4 سنين ولا 5 سنين، هو كاين عندي كاين في الوان مختلفة، كاين في الموقع تجمع فيه غير الخريصات اللي تيكونوا هكا صغورين. بالنسبة لهذا الرونجمون هذا فتجمع فيه جميع لي زاكسسوار خاصة بالحفلات وبالأعراس، المهم داكشي اللي ما تلبسش كل نهار. حاولوا إلا كنتم بعدا قولوا لي شكون اللي مهتم بلي زاكسسوار، شكون اللي حماق على لي زاكسسوار، شكون اللي تعجبو لي زاكسسوار، كتبوا لي في التعليقات باش ما نلقاش أنا راسي بوحديتي. بالنسبة لي زاكسسوار فهما ماشيش شريت كلشي في خطرة، كل نوبه شويه تنختار من فرصه في لي سولد. مثلا في لي سولد تمشيو تقلبوا على لي زاكسسوار مثلا تيكونوا ناقصين فيهم ماركات اللي هما مختلفه اللي كاينين عندي، ما كاينش غير ماركه اللي هي محدده. دونك هذا حتى هو تنحيدو. بالنسبه لهاد لي بريزونطوار فتا هما راه غادي تلقاوهم في الموقع، خليت لكم الروابط نتاعهم على تحت في صندوق الوصف. ها بعض من لي زاكسسوار اللي كاينين عندي. وها كيفاش درنا لي رونجمون. دونك قاع داكشي الثقيل البنات فدرتو في هاد لي بواط هادو وطونجو بهذا الشكل هذا، وحتى الشكل نتاعهم الا حطيتهم واحد فوق واحد فوق واحد مثلا فوق الكوافوز وحتى في الماريو فتيجي جميل يجي زوين. سينو بوغ هاد لي بريزونطوار هادو فنشوف غادي نقدر نديرهم، وحطيت فيهم نورمالمون هاد لي كولي اللي تيعجبوني الان. لونجمون اورغانيزاسيون ديال الحلقات بصفه عامه فتنديرهم في هذا البريزونطوار هادو. دونك هما مو هاد الحلقات هادو فتيكونوا شي شويه ثقال، تنديرهم اكثريه في فصل سميتو الشتاء هكا مع التركيز ديال الصوفا تيجيو شهوه منهم. في فصل الصيف بصفه عامه فتندير غير السنسلات اللي هما تيكونوا رقيقين او دوك البيضات اللي تيكونوا رقيقين، حتى مثلا الا كانت شي مناسبه ليا خاصه وبغيت ندير شي حاجه ليا وهزه شعري الفوق فتندير شي حلقه من هاد الحلقات اللي تشاهدوا معايا الان. الحلقات خليت لكم انايا عاوتاني واحد الرابط فيه يمكن لكم تلقاو نتوما بعد الحلقات قلبوا عليهم. تبقاي تقلبي ان فتلقاي شي واحد اللي هو تيبيع الحلقات كريتين تاعتهم زيونه فابدا تشريو من عنده. بالنسبه لي بدا نشري شويه من عند زارا، شي شويه من عند كاميو، شويه من عند اشيام، شي شويه من عند كيابي الا لقيت عندهم شي حاجه اللي هي زوينه، وكل محل تنشري منه شوي 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 شويه.
عاوتاني وحدين اخرين. دونك كاين هذا الشكل، هذا كاين، هذا كاين، عاوتاني هذا، وكاين عاوتاني هادو. هادو الكبار، الكبار اللي تلبسهم انا قلت لكم فيه في الشتوى. كاينين عاوتاني هادو فريمون زوينين، هادو صغيورين اللي تلبسو في اي وقت، وهادو عاوتاني نتوما فريمون زوينين تلبسو في اي وقت. سينو كاينين هادو تلبسو غير لبس شي لبسه زرقاء وفي المناسبات. فوالا كاينين هادو، هادي ما لقيتلهاش خدها، قلبت 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 ما لقيتلهاش خدها. هادو البنات شريتهم فاش كنت نتفرج في المسلسل ديال حريم السلطان، عقلتوا عليهم بحالهم كانت تلبسهم ديك السلطانه. تنقلب 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 حتى لقيتهم فريمون زوينين عزيز عليا بزاف. وبالنسبه للرونجمون ديال لي لونيت فهو هذا، شتو معايا؟ فهي نورمالمون بواطه تتحل من التحت وتتكون من الفوق وتتحل من التحت. ممكن لكم تشريوها غير في امازون بثمن جد 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 مناسب البنات. شتو جمع ليا كلشي، يعني فريمون بور لوغانيزاسيون توب 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 ديال توب. دايرين ماركات متعدده، رسمت العشير على ماركه وحده. دونك الكوان ديال سوريا نورمالمون فاش تتلعب فهو هذا، فندير لها هذا الطابي هذا ونحطو فيه جميع العيبات نتاعها هنايا. دونك كنحيدو هكا دغيا، تتحيدي وقفه تيجي شي حد تحيديه. باقي ما خرجش العرش للبارك، باقي ما خرجش العرش، يعني باقي ما خرجش العرش. تقول واش تحطي هادو مقادين ويجيو يخليوهم مقادين حشومه Non, non, voilà, Miss, tu sais le petit truc qui est au portail là. Tu sors pas du portail. En gros, tu sais, il y a le portail là, on va dire que c'est le portail, il y a deux petits trucs là. Tu sors pas, Yanis, tu sors par la salle de studio. Et bah Yanis, il s'assoit. Et Yanis, il s'assoit sur le portail. Et il met ses pieds sur le truc. Descends. Et il est en train d'enrocher les pieds. Allez, Gna. Alors, tu l'as badé. دونك غادي نفيلمي هنايا لحقاش هنايا كنشوف شويه الضو في الغرفه ديال ميساء. غنفيلمي هنايا خلاص، راه قلت ليها سيري جمعي الغرفه نتاعتك ما تحشميناش هادشي. ودرت ليا جوج لي دوكوس هنايا، لو طابي ها هو شوفوا كيفاش داير، هذا مسكين ها هو كيفاش داير، يعني ما كاينش داك الجميع ولا تيبرد القلب. يلا هنايا غادي نجاوبكم على الاسئله نتاعتكم. كوا فقط سوريا عندها واحد لقيطه صافي تبقى تبكي، خاصني انايا نحط كلشي داكشي تنحط في يديا ونمشي نقابلها. دابا هي دابا ساكته، غادي نحاول دابا انا في ملكم، ولكن ماما خلاها ما خلاونيش. هادشي تي دي سون زلين زلين. يلا غادي نبداو على بركه الله بالسؤال رقم واحد. دابا هي ما بغاتش تنزل، غتخلي اختها حدا تبقى تبقى تغوت عاد تنزل تتجري. سؤال رقم واحد البنات، السلام سوما، انا اول مره نتابعك، بعد هذه مريم. السلام سوما، اول مره نتابعك، مرحبا بك وعجبني كلامك بزاف، ونتمنى ديري فيديوهات اكثر عن تربيه الابناء. عندي واحد البنت ما تتسمعش الكلام بمره، يا ريت تعطينا نصائح اكثر. يولي له الله محمد رسول الله، عطيني الوليدات تبارك الله عليهم وصافي تيحمقوك. فوالا تعطينا نصائح اكثر. دونك بالنسبه لي انا فتندوز تندوز، ولكن تيجي واحد الحد فتنبقى نعطي بينيسيون 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 بينيسيون. ماشي شي حاجه بحال مثلا اليوم وانا تندير معكم هذا الفيديو هذا، فهما نعطيتهم بينيسيون، ما كاينش لي زيكرون نهار كولا، هو يعني بحيد التلفزيون بحيد الطابليت بحيد التليفون والعطله، ما كاين والو. علاش اليوم طيدوره في جنابي، داروا لي شي حاجه الصباح، قلت لهم النهار كله ما كاينش لي زيكرون. ولا بغيتي عاوتاني تتكثروا راه غدا عاوتاني راه ما غاديش يكونوا لي زيكرون. المهم الحاجه اللي هي باش ولادك يبداو يسمعوا هي ما خاصكيش تنازلي، راه اون فوا تقولي لهم راه غادي ندير هذيك الحاجه، راه غادي ندير حاجه، راه غادي يكون دي بينوز، يعني خاصك ديريها ماشي تسامحي في الاخر حقاش بقا تبي تفلاو عليك، فهمتي؟ ولا تتفلاو على باهم.
دونك هذا هو السيستم ديال الدراري. الدراري راه اذكياء تبارك الله عليهم. سوسو اختي سوما واش حوالك؟ كي ولدت مع السكر حيت فيا السكر الحوامل اللهم لك الحمد. درت تيست كما قلت لكم الصوره هي ما فيهاش السكر فاش داروا لها في يومين بعد الولاده. بالنسبه ليا فانا درت تيست 3 شهور بعد الولاده، تخرجوا لك اوردونونس 3 شهور بعد الولاده والحمد لله السكر بعيد عليه بزاف اللهم لك الحمد. ما تخافي زعما الا فيك سكر الحوامل فما تخافيش، ولكن خاصك تردي البير. انا راه كنت تبعت واحد النظام صحي راه وريت لكم على قناه سما. امينه هضري لينا على الولاده الثالثه، واش سهله على الثانيه الولاده الثالثه فيما يخص الولاده يعني لاكوشمون، فهي تتكون سهله ولكن على حسب كل امراه. انا بعد الحمد لله اللهم لك الحمد الولاده ما جاتنيش سهله. الولاده دغيا تيخرج البيبي، ولكن هذوك المضاعفات اللي تيكونوا من بعد الولاده فتيكونوا نفسهم سبحان الله العظيم. يعني داك الكلاص ما تقدريش تجلسي، خصوصا الا كنت دايره الغراز. انا درت الغراز ماشي الغراز فتحت الكرشي، لا الغراز من التحت. دوك داكشي كاع كله داك الارهاق، ومازال هاد الولاده راه وقع ليا انايا حوايجات خايبين الله يستر في الولاده ديال سرايا. بما رجعت عطيني للسبيطار حيت جاتني انفيكسيون وتبعت لونتيبيوتيك ممكن شي 10 ايام وانا متبعه لونتيبيوتيك طنو طنطيح. يعني ما بعد الولاده كان من اصعب الولادات نتوعي، ولكن في الولاده يعني لاكوشمون ديال النهار ديال الولاده فكان اسهل بالمقارنه مع الولادات الاخرى. كون هي ما كانت زعما ما مرتش انايا مورا الولاده غادي نقول لكم بانها راه كانت اسهل ولاده من هذوك الجوج، ولكن وقع لي داك المشكل اللهم لك الحمد. نعم سميتو كوكو خالد سوما دوي لينا على النظام الحالي بلي دايره بليز، حيت انايا ولات حيت انايا ولت انا وياك. بالنسبه للنظام الحالي ديال سرايا فتنوض مع الصباح بعد الصباح تنعطيها الحليب العادي يعني الحليب ديالي انا طبيعي. ل 12 دابا تبارك الله عليها وليت تنعطيها الماكله. ل 12 نعطيها البيتي بو ان شاء الله. ندير لكم انا واحد الروتين بصفه عامه على الوليده، تنعطيها البيتي بو، تنعطيها شي شويه ديال الخضر. وانا دابا في نضال مع لحقاش ما تبغيش ديال الخضر. الا عندكم نتوما ديزاستوس كيفاش ولادكم يبغوا لكم الخضر قولوا لي. انا هي نفس برك الله عليه كانت تبغي لي الخضر، ميساء كانت بعكاكه بحالها ما تبغيش لي انايا الخضر. الخضره الوحيده اللي تتاكلها لي الان سرايا هي خزو صافي تعطيها خزو تاكلو من غير خزو تدير ديك القضيه ديال ما تحاشاكم ما تصبغيش. سينو تتاكل لي فخوي لي فخوي انا بديتهم ليها بكري، بديتهم ليها فريمون بكري و ما كملت لكمش النظام الغذائي. دونك 12 ابري مع 3 نعطيها البيبرون، 3 تتبقى بها العشيه كلها هي حتى ل 7 ديال العشيه. تنعاود ثاني نعطيها بيبرونه الاخرى ديال قبل ما تنعس، نعطيها شي شويه ديال الصدري. دونك هكا تيكون متكافئ خصوصا مع النعاس ما تيكونش في الليل. فالحليب فانا نقص ليا بزاف هاد الايام هادي، وتعاود يرجع عاوتاني وتعاود ينقص وتعاود يرجع. دونك رانيا محمد عافاك كيف تاخذي فيتامينات، واش تاخذيهم كلهم دقه واحده اولا كيفاش؟ وضح لينا هذه النقطه بغيت ناخذهم بليز. دونك الفيتامينات بعدا تنخذ انايا فيتامين اللي هو ميتي فيتامين، جمع في بزاف ديال الفيتامين خاص بالمراه التي ترضع والمراه الحامل. تنخذ المغنيسيوم وتنخذ الفيتامين سي. دونك فيتامين سي تنخذو ما تنخذوش كلنا، تنخذو مره حيت نشوف راسي بانني مرهقه. المغنيسيوم ديك الساعه كنت نخذو انايا كل نهار فاش كرتي فاش يلاه ولد ما بقيتوش تنخذو كل نهار، تنخذو مره شكون هو اللي لابد خاص نخذ انايا كل نهار؟ هو الملتي فيتامين اللي وريت لكم انايا في الفيديو. تنخذو مع الصباح يعني مع الصباح تنشربو مع كاس ديال الماء ونافع يعني اللهم لك الحمد. يعني راه كملت شي جوج ولا ثلاثه ديال البكيات في بزاف ديال الفيتامينات. السؤال الاول هي صارتة، شكرا على اجابتك على سكر الحمل والحمد لله ان ثريا سليمه معافاه وعقبال يا ربي نولد ويكون ولدي سليم من سكر من مرض السكري. ولي سؤال اخر من فضلك، بعد ولادتك هل تتناولين اكلك بشكل طبيعي او انك ما زلتي ملتزمه بحميه سكر واحد حقنة الأنسولين؟ وهل ما زلت تقومين بتست السكر اليومي أو لا؟ شكرا جزيلا. نعم توست لا تخبش نو
Non, j'ai dit non, la tablette non. J'ai dit non, fais attention. Ah, ma yeba kan tandwi. Chektikom non. C'est non. اليوم لا لا ما يعاودوهاش معاودوهاش غنرجع لكم عاوتاني للسؤال ديال السيده ساريطه. دونك انايا فاش ولدت كما قلت لكم فداروا التحليل هي لسرايا وكما قلت لكم الحمد لله اللهم لك الحمد. موراها قالوا لي تناولي غدائك وعشاك وفطورك بشكل عادي، ما ديري لا ما ديريش شي حاجه ليا خاصه. حتى اننا في النهار ديال اللي انا ولدت فيه يعني الغد ليه وانا باقي في السبيطار عطوني الفطور الصباح. الفطور الصباح فيه الكونفيتور فيه الزبده، عطوني دي بغيوش، عطوني تعطوني الديسير. يعني واخا انايا كان فيا ديك الساعه ما باقي كاع ما درتش انايا التحليل، باقي كاع ما فاتش يعني في النهار الثاني ديال الولاده. ما صافي اون فوا تولدي ما تبقي لا ديري لا حقن الا كنتي مثلا تديري اونك بالانسولين، ما تبقايش تيستي، ما تنبقى ما تنديروها ولا صافي تنكمل حياتي تنكمل بشكل عادي. كما قلت لكم حتى فات 3 شهور عاد درتو ولله الحمد بعيده علي كل البعد. السؤال الاخر ديال جموله، سمكة تعطيني اطاق طاقه ايجابيه، يعطيني نصائح كيفاش تقوي شخصيتي مع اهل زوجي. بالنسبه لاهل الزوج دائما انا تنتمشى كما كذلك على الزوج، على لي باز، على الوليدات، على لي باز ساس ديال الدار، ساس اللي تهز لك الدار. ما تخليهمش يصدروا يتصروا عليك وما تصريش عليهم، عليك بالاحترام لهم، احترميهم كما انا تنحترمهم. عمرني تنسمح لهم اصلا هما ماشي هما ما غاديش يقولوا لي مثلا شي حاجه على مثلا على ديني ولا على الكلتور نتاعي ولا على بلدي ولا على تقاليدي. ولا واخا انا راه تشوفوني في الفيديوهات يعني داكشي انايا من امبوزيا كلشي على الاولاد، يعني امبوزيا كلشي على داري، يعني داري دار ماشي وحده مغربيه، يعني الاعياد في اللبسات في التفكير كنحاول هكا كما تيقول لك المراه هي العمود ديال كلشي. اهل الزوج فتنحترمهم تنحترم المعتقدات نتاعهم. كما تشوفوني باني تنمشي انايا واخا مثلا تنحتفلوش في نوال في البلد نتاعنا، ولكن تنمشي مثلا عندهم في نوال، هما تيديروا داك الغداء وداك العشاء وتيعرضوا علينا، تنمشي مثلا لي زانيفيرسير تنحترم داكشي ديالهم، تيحترموا ليا داكشي ديالي. كيفاش تقوي الشخصيه ما عرفت كيفاش غادي نقول لكم. انا نقول لكم انا الشخصيه خاصها تكون شويه قويه من داركم، يعني بحال مثلا السن ديال ميساء خاص الام كتكون تتلعب على الشخصيه ديال الوليدات نتاعها. بحال مثلا ميساء كانت واحد مثلا بنت جيران وانايا تجي مع ميساء وقالت لها البنت جيران حاجه وميساء ما مقتنعاش بها وجات تقول لي ماما انا ما بغيتش انايا نخرج ولا ما بغيتش ندير هكا. تنقول لها ليها ما تحشميش، قولي لها انا راه ما بغيتش نخرج اليوم حتى نغدا وعاودي رجعي، ولا قولي لي هذاك الشيء اللي بغيتي تقولي ليها، ما تجي تقولي ليها تقولي لي انا يا باش انا نقول ليها. كيفاش غادي ديري انت في الكوليج فهاد السنه هذا فاش الشخصيه تتقوى؟ انا يا منين جيت من دارنا ما كانتش عندي واحد الشخصيه قويه، ولكن كان عندي احترام كبير لعباد الله والديا، علموني نحترم الناس، علموني نحترم الناس اللي هما اكبر مني، علموني الاحترام، علموني ديك الحشمه، علموني واحد كاش نقول لكم احترام والحشمه وداك التربيه اللي ربوني والديا هي اللي خلاتهم يحترموني بلا يبغي لهم ولا يحترموني بزاز عليهم ولا ما عرفتش. جيت امبوزيت راسي هكا داك التربيه اللي انايا تربيت امبوزيت ديك حيت تنستقبلهم مثلا انايا في داري تنستقبلهم بوجه اللي هو بشوش، نطيب لهم حويجات اللي هما زوينين يعني فوالا.
وهما تيقبلوني عطيني بالمثل مثلا حيت تنذكروا ما تنقولش ايه هي كلشي انت انا يا تنعطي مثلا البوان دو ديالي على شي موضوع على شي حاجه واخا يكون مغاير للتفكير نتاعهم واخا يكون مغاير للمنهج اللي هما تابعين ليها واخا يكون هو مغاير كيفاش هما تيشوفوا الامور تنابوزي يعني مثلا والحمد لله على حسب انتيا مع من تلاقيتي هادشي بغيت نقول لكم دونك راه كاينين شي وحدين تتلقاهم منفتحين يعني تيحترموك تحترميهم الشخصيه نتاعك تتامبوزا يعني الشخصيه نتاعك ماشي ضروري تقولي لا 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 ديما نكون اليوم كلشي ولا ضروري تقول لهم ايه يعطيني كلشي تتحاولي هكا تلقاي الا فهمتوني غير كيما تنقول يا ربي يا مولانا زعما يزينا ولاد الحلال هكاك في طريقنا لا من العائله ولا في العمل ولا من الجيران ولا من كل شيء يعني هكا يكونوا هكا ولاد الحلال ان شاء الله في طريقنا وي دي سين سكو تي فو كوا شي با ينس كيف كيف ما عادش يدير ينس مع صوريه فتحت حيت هذه هي جالسه حدايا هنايا فيدسين كوا السؤال الموالي السؤال ديال غزال ما شاء الله تبارك الله عليك قولي لنا كي ديري توفقي بين البيبي واشغال البيت انا حمقوني ولادي ديما نداري مرونه وما كنقدرش نزيد حتى حاجه نديرها في نهاري على حسب دونك كاين شي نهار اللي انا تنخلط الدار مرونه وكاين شي نهار اللي تضرني راسي ما تنقدرش راه بعض المرات يجوني انا بعد النوبات شي عادي ولا لا هي حتى صغيبه الا شفتها في الارض تضرني في راسي خاص كلشي يكون طيب وكلشي يكون وتنبقى نمسح ونقد نجيبها في الخلف راسي حتى العشاء ما نقدرش نتعشاه من بعد غامي كلهم تيضروني وكاين شي نهار عاوتاني اللي تنخلي بالنسبه للوليدات فدائما انايا معلمه منين كانوا صغيورين ما يطلعوا لياش فوق الصالون ما يدبزوا لياش في سميتو بالمخاد ما يقصوا لياش لي ديكوراسيون ديال الصالون اللي كان في شي حاجه يجمعها موراه اللي درتي شي كلتي شي حاجه مثلا وطيحتيها في الارض جمعيها موراك حوايجك طويهم اللي بغات تصلح انايا تنصلحها يعني داكشي على حسب لوغانيزاسيون ديال الدار وكما تنقول لكم على حسب لي باز نتيا منين بديتي لي باز نقول لكم انا لي باز يعني من 4 سنين الفوق 4 سنين وانتيا تتعلم بحال مثلا انايا تنصبر الحوايج تينشفوا تنقول لهم كل واحد يهز حوايجو كل واحد يطوي حوايجو ولكن شي حوايج مكبشين عطوهم ليا انا نصلحهم بعد تحيدات ليا وحده بالنسبه للماريوات حيت نشوفهم مش قلبين تنهزهم كلهم تنخرجهم تنحطهم فوق الناموسيه تيجيو من المدرسه تيديروا لي دوفا تياكلوا الكوتي تيتفرجوا في الرسوم تنقول لهم وسيروا كل وحده داك الروين اللي درتو في الماريو طويوه هكاك باش غادي يحسوا بالتعب باللي انايا تنتعبوا غادي يحسوا بانهم الا خربقوا شي حاجه فراه هما اللي غادي يصيبوها هما اللي غادي يردوها دونك انا هادشي اللي تندير انايا معهم والحمد لله اعطى نتيجه ماشي بحال كلشي عليك غادي يولي الدار واه ما يمكنش امبوسيبل راه ما يمكنش تكون كلشي عليك ما يمكنش والراجل تا هو حيت يدخل زوجي تا هو تبارك الله عليه تيدخل بلا ما نقول عليه دابا مع التربيه تيعرف يعني تيعطيهم ما ياكلوا تيعاونني في واحد التويشيات يعني ماشي شي واحد اللي هو تيجي وتيزير رجل على رجل ويبقى يتفرج في سم داكشي كيما تنقول لك داكشي على حسب التوعاد وداكشي على حسب مثلا العائله بحال مثلا باه دائما تمشيو عنده وتنشوفوا باه تيعاون امه يهز يحط يدخل الكوزينه تيدوز لاسبيراتور هو جايب داكشي من دارهم يعني داك التعاون ديال المرا تيجي من دارهم دونك لذلك انا تلقى واحد شويه ديال الوقت مثلا باش نخدم فيه او مثلا نصيب في راسي نخرج فيه نتنفس فيه ندير فيه داكشي مثلا اللي تنبغي ماشي واحد الوقت اللي هو نوم ولكن على الاقل تنحاول نوازن الاشياء اللي خاصني نديرها والاشياء اللي انا تنحب نديرها وتتحسني بالسعاده هكا باش انايا نبقى سعيده حيت ما قلت لكم راه الوليدات ما ليسوا محتاجين او الاولاد او الاطفال بصفه عامه محتاجينش لواحد الامراه اللي هي اورغانيزيه كلشي يكون قد محتاجين لواحد الام اللي هي تكون سعيده والام السعيده راه تبدا ماش تتبدا باش تلقى تتبدا منين تتلقى الوقت ديجا راسها تهتم براسها
دير داكشي اللي تتبغي، اللي تتلعب، اللي تتبغي السبور دير السبور، اللي تدير الرسم دير الرسم، تدير مثلا الفيديوهات ديال يوتيوب دير يوتيوب، يعني شي حاجه اللي هي تتبغي تبدا تلقى راسها بعيدا عن الزوجه وبعيدا عن الام. الا لقات راسها فراه غادي تكون سعيده، ولا كان سعيده فالاورغانيزاسيون غادي تعرف كيفاش تجي ليها، وحتى الاولاد راه تاهم راه تيعجبهم الحال حيت يشوفوا المتعاوم ديما ضحكه. وي وي نو نو لا اختي سوما، هضرينا على ايجابيات وسلبيات العيش في فرنسا. السلبيات بعدا هو بعيده على 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 والديك، والديك تيكبروا انت ما تكونيش حداهم، بعيده على خوتك، بعيده على الناس اللي تبغي، بعيده على بلادك، بعيده على ريحه بلادك، بعيده على 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 وطنك، بعيده على طفولتك، بعيده على بعيده على هاد الناس خصوصا فوالا الوالدين. يعني راه تيكبروا تيمرضوا، كاين اللي تيموت وما تيشوفش والدي، كان كاع ما تيحضر للدفن تاعهم. الله يحفظ لكم ان شاء الله والدين تاعكم والديكم، ويحفظ لي ان شاء الله انا يا وليد والدين تاعي. دونك هادو هما من اهم السلبيات ديال العيش في العيش في اوروبا. وعاوتاني السلبيات ديال الاولاد، الاولاد مثلا اللي درتهم هنايا التربيه ديالت هنايا ماشي هي التربيه مثلا ديالت المغرب، المغرب متحفظين، واخا دابا المغرب ماشي بحال ديك الساعه، ماشي بحال مثلا كما انا تربيت فيه، فكان واحد المغرب شويه محافظ. دابا البنات ولاو ماشي بصفه عامه، الدراري بصفه عامه فولاو اوفر، تعرفوا هادشي مع ديال الانترنيت وسميتو، يعني الانسان خاصك تحضي، خاصك تشوف اش تديري يعني. وبالنسبه للايجابيات فالايجابيات بحال مثلا الصحه، الصحه مثلا هنايا في اوروبا فالحمد لله مثلا تتمرضي فش مثلا شي مرض اللي واخا بيت ما تترميش فهمتي، ولا تترمي من السبيطار فهما تيهزوك اون شارج. مثلا عندك مثلا مشكل ديال الاولاد فهما تيقبطوا لك واحد شويه مثلا اون شارج، تيعاونوك تيديروا معاك دوك التحاليل داكشي كاع كله. مثلا الا كنتي مثلا خدامه وقعدتي من الخدمه فكاين مثلا هذاك الشوماج، واخا ما تيكونش زعما اللي مدى الحياه تيكون مثلا غير واحد المده قصيره، ولكن بعدا راه كاين شي حاجه. المهم تيكونوا بحال الصحه والعمل والشوماج ما عرفتش كيفاش كملت هذا الفيديو هذا، والله ما عرفتش كيفاش نكمل. المهم باقي بعض الاسئله بحال مثلا واش غادي تنزلي للمغرب. دونك كنت في الاول فاش يلا ولت سوريا نورمالمون كنت هذا العام هذا فديسبونسي ما غاديش نقدر ننزل للمغرب، حيت سوريا صغيوره، وحيت المهم خصوصا سوريا صغيوره ونورمالمون الصيف تيكون سخون الحال بزاف، والمرض اللي حنايا كاينين فيه كيفاش غادي ديري كيفاش ما غاديش ديري، والناس اللي عارفين بان الام تاعي ما جاتش عندي فاش ولت بسبب هاد الاشياء هادي اللي كاع الظروف هادي اللي تيمر بها العالم. دونك مورا الحاجه اللي انا ما قلتلكمش بان الواليد كان مرض لي واحد المرضى خايبه بزاف فصل العام، تمشى للسبيطار ودخل للسبيطار حتى صافي تنقولوا صافي راه لا اله الا محمد رسول الله، دابا الحمد لله خرج من السبيطار ولا بخير. عارفه ما تنبارطاجيش معكم انايا هاد الاشياء هادي لحقاش اشياء خايبه فيهم طاقه اللي هي خايبه غادي، وخصوصا الناس في الغربه فما كاينلاش تبارطاجي معاهم هاد الاشياء هادي. دونك بديت نسمع بزاف هذا مات، هذا دار، هذا فعل، هذا بديت نخاف نكذب عليكم البنات، بديت نخاف نجي الله يطولهم ان شاء الله في العمر ويعطيهم ما شاء الله شي حجه وداكشي اللي يتمناو يربيهم لنا في خاطرهم. بديت نخاف نمشي ما نمشيش هذا العام هذا وتوقع شي حاجه ولا شي حاجه. دونك قلت راجلي واخا البنت صغيوره، واخا كاين غادي يكون العذاب، واخا مع هذا المرض مع الظروف خاصك ديري التيست وخاصك ديري وخاصك ديري وخاصك ديري، خصوصا مع سوريا دابا فواحد الحاله باقي السنه ما خرجوا ليهاش وعارفين لا الصداع والهليك. قلت لها بدا غادي نمشي نشوف والديا فوالا. دونك هذا ما كان ان شاء الله غادي ننزلوا للمغرب الرحمن الرحيم ونمشي نديو وليداتي يشوفوا والديا ويشوفوا هكا العائله ويشوفونا العائله ونشموا العائله، واخا ما غاديش نمشيو في مده زمنيه اللي هي طويله ولكن شويه احسن من من والو. فريمون قرار لا رجعه فيه قررته، قلت صافي ان شاء الله غادي نمشي. اعتمدي عليهم يديروا لك شي حاجه، خرجات الكبيره وخرج معها الولد وخرجوا وخلوها بوحدها. دري سي صغيره تسو مي مي تاكل كالطه بنشوف سافا ني سافا ني سافا
ميرسي. وجاء الطفل الرابع. ونلقاكم ان شاء الله قريبا في فيديو ديال التجهيزات ان شاء الله للمغرب ان شاء الله. الرحمن الرحيم راه بديت نجهز. الا شفتوا هادشي ما غاديش نخلطوا لكم في هذا الفيديو هذا، هادشي كاع اللي تشاهدوا معايا الان، فان شاء الله فغادي نوريو لكم في الفيديو اللي فات. لحقاش كل نوبه تنكوموندي شي حاجه خفيفه، كل نوبه وان شاء الله غادي نجمع لكم هادشي في الفيديو ان شاء الله اللي غادي يكون مشكل بزاف ديال الاشياء اللي غادي ان شاء الله نبارطاجيها انا وياكم. موح عليكم.